مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في هذا البث المباشر هنا من اقليم شتوكا ايتباها وبالضبط بالجماعه الترابيه لايت عميره، ولحظه نقل سياره الاجره التي اجهز على سائقها بعدما تلقى طعنات غادره وقاتله على مستوى البطن وايضا بانحاء مختلفه من الجسد ديالو، وحضور عناصر الدرك الملكي. وفقط للمعلومات التي استقينا الآن من عين المكان، فقد تم توقيف أحد المشتبه بهم في قتل سائق سيارة الأجرة التي تشاهدون معنا الآن، والتي سيتم نقلها بعدما تم العثور عليها حيث تخلص منها القاتل بهذه المنطقة اللي هي منطقة أيت عميرة بإقليم شتوكا إتباها. ومرة أخرى نجدد الرحمات على الهالك الذي تم الإجهاز عليه بعد تلقيه لطعنات غادرة على مستوى أنحاء متفرقة من الجسد ديالو. إخواني الكرام، في هذه اللحظات المتأخرة من الليل يتم نقل سيارة الأجرة التي كان يمتطيها الهالك الذي تم قتله بطريقة بشعة على مستوى الطريق المؤدية لمطار أكادير المسيرة بعد تلقيه لطعنات قاتلة. واستنفرت هذه الجريمة مختلف عناصر الدرك الملكي بإقليم شتوكا إتباها، وأيضا تم توقيف المشتبه به في ظرف قياسي بعد ساعتين فقط من ارتكاب هذه الجريمة النكرة وهذه الجريمة البشعة التي روعت كل ساكنة إقليم شتوكا إتباها وكل فعالية المنطقة التي استنكرت بشكل كبير هذه الجريمة. وأيضا إخواني الكرام، نسأل الله السلامة والعافية، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى أن يتم الكشف عن دواعي وأسباب هذه الجريمة النكرة. إخواني الكرام، هذه هي المشاهد التي نقلناها إليكم بشكل حصري هنا من إقليم شتوكا إتباها بالضبط بالجماعة الترابية لأيت عميرة، حيث تم التخلص من سيارة الأجرة على بعد كيلومترات كثيرة من مكان وقوع الجريمة، والمكان الذي عثر عليه على السائق هذه السيارة مرمي على الأرض ممددا وغارقا في دمائه بعد تلقيه لطعنات خطيرة جدا لم تترك له أي فرصة للنجاة. فالسؤال المطروح، لماذا ارتكبت هذه الجريمة؟ ولماذا تم الإجهاز على هذا السائق المسكين؟ ولماذا تم ارتكاب هذا الفعل الجرمي الشنيع؟ ربما هناك عدة دواعي وأسباب سيتم الكشف عنها من طرف عناصر الدرك الملكي ومن طرف عناصر الضابطة القضائية التي لا زالت تواصل أبحاثها وتحريتها من أجل الإحاطة بكامل تفاصيل هذه الجريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني الكرام، هكذا إذن إخواني الكرام ودعنا هذه سيارة الأجرة التي كان يمتطيها السائق الذي أجهز عليه من طرف أحد الجنات والذي تم توقيفه قبل لحظات من طرف عناصر الدرك الملكي وهنا بإقليم شتوكا إتباها وبالضبط بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية لأيت عميرة. صراحة جريمة بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إن لله وإنا إليه راجعون. ومرة أخرى
ترحم على هذا الهالك، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلته. وإلى اللقاء إخواني الكرام في انتظار بث آخر ولايف آخر بإذن الله تعالى وبركته، في إطار متابعتنا الدائمة لهذه الجريمة النكرة وهذه الجريمة البشعة.